عندهم كبسه امبارح على تجار سلاح، رفاعي استشهد وزناتي اتصاب. حد غيرهم جرى له حاجه؟ لا يا فندم. الواد زناتي فين دلوقتي؟ في المستشفى. طب يلا بينا. على فين يا باشا؟ زياره المريض واجبه برضه، ده واحد من رجالتنا. لا ايه؟ ماشي يا باشا. دلع سلامه زناتي. الحمد لله جت سليمه. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا، ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك قولي لك عليا حلفان لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزياره دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا باشا انا ما اقصدش لا مؤاخذه، انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزياره دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار، ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف بعض كتير قوي. اتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. اه بالمناسبه بقاء لله في رفاعي قالوا لي انه كان صاحبك وحبيبك قوي. ايه اللي كان صاحبي يا باشا؟ ده كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا اوريك عليا حلفان ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد. زمانه متهني في الجنه ونعمها. ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهايه رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا. ربنا ينولها لنا وانا طول. يا رب. المهم احكي لي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا. احنا نزلنا المأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطة بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا من المرحوم رفاعي، دخلنا زوق ضلمة كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لا مؤاخذة يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. وكان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. قلت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين؟ قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها، عرفت انه قبل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه. الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككح لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعال انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبانجه وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لما وظف ايده راح ضربني بالنار. سحت في دمي وهو جري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه. هربوا ولاد الحرام، في رجاله كتير هربت يا باشا. هم ولاد الحرام صحيح. هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذة سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمة رفاعي مع سابهم وهجيبهم واخد طاري منهم. واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبة لي ايه؟ كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامه يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مظلم من غيرك. انا افتكرتك هتقعدي مع سامح شويه. اكتر من كده يا دوبك يا بنتي، انا من ساعه ما خلصت العمره وانا قلت يا دوبك بقى انا عايزه انزل مصر وحشتني قوي، وبعدين كمان ما يصحش اسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف؟ ظروف ايه؟ بسم النبي حرص وسليم.
واحنا مالنا مال سليم؟ مش هرب؟ اضمن منين انا بقى انه ما يتعرض لكيش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبيه انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. الناس كلها بتقول كده مش انا، انه هو مجرم وقتل قتله كمان. كذب وظلم بقى. انت عايزاني اكذب كل الناس واصدق ابن ناديه؟ والله يا فريده ده لو كان ساحر لك ما هتدافعي عنه بالطريقه دي. يا ماما يا ماما، انت عاشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني. ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده، هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي، عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه؟ يعني صدفه ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجاله في الحمله دي، وان زنات يبقى موجود برضه صدفه؟ ده واد كذاب وملاوع، كذاب وملاوع وبتاع ثلاث ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب ان يقول خذوني اهو الواد ده؟ لا وإيه؟ كلمة متستف قوي. بس تفتكر يا ست اللواء انهم هم اللي بيعملوا كل الحاجات دي وبيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية، يطرمخوا على الموضوع كله يلبسوها في الآخر لسليم؟ عارف عارف يا ست اللواء، أنا أحياناً بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شاهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. أدي إحنا مستنيين النيابة والطب الشرعي اللي أنا متأكد إنهم مش هيجيبوا أي نتيجة إيجابية. عارف يا ست اللواء، أنا إيه اللي سخنني قوي على سليم وخليني مصر إن أقبض عليه وأقدمه للمحاكمة؟ أنا شايف إنه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت إنه مظلوم قررت أحط إيدي في إيده وأفضل معاه لحد ما أثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لأي حد تاني. صباح الخير. ايه اللي في ايدك ده؟ ابدا، ده انا جايبه لأم هند الجورنان. جورنان؟ يا ست أم هند، لو ما جبتلهاش الجورنان كل يوم الصبح تطين عيشتي. اصلها بتحب النظافه زي عينيها، لازم كده تفرش الجورنان تحت الاكل في الثلاث طقات. ماشي، تبات الجورنان ادولها. لا ما اقدرش، ما انا بقول لك تطين عيشتي. يا ستي ما تخافيش، هات انا ادولها. ما تقلقيش، روحي انت.
جريت. انت متسلط عليا ولا ايه؟ جرى يا حاج؟ ما تهدى شويه، احنا في المكتب. انت مش سامع كلام وانا جد؟ ايه؟ انتوا فاكريني سفاح ولا قتل وقتل؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا عم الحاج؟ ده انت سيدي الناس. شوف الواد وبروده. لازمتها ايه السخونيه بس يا عم الحاج؟ وبعدين انا مش عارف سعادتك زعلان ليه يعني؟ لو حد المفروض يزعل يبقى انا يا حاج. انا اللي خسرت صاحب عمري بسبب ورطتي معاكوا يا حاج. نعم يا اخويا. خسرته. ليه؟ مات لوحده اياك. ده لا مؤاخذه ما ماتش لوحده يا حاج. بس انا بسبب ورطتي معاكوا عشان تحموا تامر بيه لا مؤاخذه عملت اللي محدش في الدنيا يقدر يعمله. انت هتعد عليا يا جمال ياض بالمصايب اللي عملتها؟ هو ده اللي كان ناقص. يا حاج زناتي ما يقصدش، هو احنا في بينا جمايل برضه؟ لا لا مؤاخذه يا متر، مفيش جمال اه، بس في بينا حسابات. والمثل بيقول لو كنت اخواتي اتحاسبوا. انا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص. واظن كده ما فاضلش حاجه. رفاعه تايسون الله يرحمه. وسليم هربان ومتورط في القضيه وما عندوش خرم ابره. يبقى كده ما فاضلش غير احنا الاربعه. انا وسعادتك والحاج لطفي وحماد بيه. انا اللي عندي خلص. كده فاضل اللي عندكم لا مؤاخذه. هات الموبايل اللي عليه الفيديو. خد بيد حسابك وانفضها سيره. لا لا مؤاخذه يا عم الحاج. الا الموبايل. الموبايل ده هيفضل في حضني لحد ما اقابل وجه كريم. ده الضمانه الوحيده ان سعادتك الشيطان ما يلعبش في دماغك وتسلمني وتقول اخلص منه ومن قرف. عيب كده يا زناتي. واحنا برضه ممكن نعمل معاك كده يا ابني. وما تعملوش كده ليه يا متر لا مؤاخذه؟ عشان تقطعوا عرق وتسيحوا دم. انا شايف في رقبتي روحين، وعارف لما اظن نفر مننا لما يخاف ممكن يعمل ايه. انا كده الليله خلصت، اخد فلوسي ولما اظن الحاج يعزلنا على اكل الكباب وكفته ونيفه كده، ومناسبه ان الليله السوداء دي خلصت. امين. ماشي يا زناتي، وفوق الكباب والكفته والنيفه لحمه راس. يدوم عزك يا حاج. قتلوا الرفاعي يا ولاد الكلب. هد نفسك يا بيه، ما خلاص هي كده كده باظت. حاسس اني بجري ورا شياطين، كل ما امسك خيط يقطعوه يقفوا يتفرجوا عليا ويضحكوا. واحد الله يا بيه، ربنا اكبر من كل دول، وايده مع المظلوم. لا اله الا الله. زناتي هو اللي قتل الرفاعي. يا نهار اسود، ازاي؟ مش انت بتقول انهم اصحاب الروح بالروح؟ زناتي ملوش صاحب، ده عيل وسخ. مش بعيد كمان هو اللي كان قتل تايسون. حتى لو مش هو اللي قتل، اكيد سلم له تجار السلاح اللي كانوا رايحين يجيبوه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو نصيبنا كده وخلاص؟ لا يا ابراهيم، مش نصيبنا ان احنا نفضل هربانين زي المطاريد ولا نندب زي الولايه. طب والعمل يا بيه؟ حد امي ما هسيبه. والله كان وحشني اكلك يا ماما. يا بكاشه، انت عارفه امك برضو بتاكل من الكلام ده. ده مين اللي حماته وبتحبه؟ قصدك مين السخيف اللي جاي لنا على الغدا؟ مساء الخير يا نسا فريدة. يا ترى ممكن اخد من وقتك 5 دقايق بس؟ مين يا فريدة؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافله على حد، بس هروح احرك العربيه واجي على طول. انا اسف جدا يا نيسه فريده، ما كنتش اعرف ان والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجاله حضرتك اللي ماشيه ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش اني رحت اجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقه بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نساني. خير يا صلاح بيه؟ ابدا، انا بس مندهش. انت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟ وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصد يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام، اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. مين قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريده؟ امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريده، انا جاي عشان ابلغك رساله تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رساله. فريدة، أنا متأكد إنك بتتصلي بيه. طالما بتتصلي بيه يعني عارفة مكانه. أنا عاوزك توصلي له رسالة.
تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءة ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده انا مش عارف اعمل له حاجه. قولي له صلاح الدوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل وراه لحد ما اجيبه وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. عن اذنك. الواد زي ما يكون مصدق لقى حد يتكلم معاه، من ساعة ما صورت معاه بيكلمني كتير جدا، تقريبا كل يوم بيكلمني يعني. على فكرة بقى، تامر أبو المجد ده زيه زي زياد بالظبط، هما الاثنين ضحية للظلم والافتراء اللي احنا عايشين فيه. أنت عندك حق على فكرة. أنت عارفة أنا هناك أنا قابلت ناس كتير جدا، ولاحظت حاجة غريبة أوي. مش تايسون ده كان ديلر وبلطجي وما كانش حد طايقه؟ سبحان الله، أول ما عرف إن سليم الأنصاري هو اللي قتله، كلهم اتعاطفوا مع القضية وبقى صعبان عليهم. حتى تايسون هو برضه كمان ضحية للظلم. عارف يا رامي لو كان في عدل تايسون ده كان بقى حاجة مختلفة تماما خالص. كلنا بندفع الثمن، بس كل واحد بيدفع بطريقة مختلفة تماما عن التاني. أنا بجد يا جميلة مش عارف ليه مصر معوضة بالأشكال دي. أحيانا بتخيل يعني لو مصر مفيهاش حد يعني زي سليم الأنصاري والأشكال دي، تخيل شكلنا هيكون عامل إزاي؟ تخيل إحنا هنبقى أعظم بلد في الدنيا. مصر عظيمة بيك يا رامي، وهتفضل إن شاء الله عظيمة طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض وخايفين على بعض وواقفين في وش سليم الانصاري واللي زيه دول. ربنا معانا ان شاء الله. الواد محمود عمال اكلمه اكتر من 10 مرات ما بيردش. تامر، تامر في ايه يا عم؟ بكلم الواد محمود ما بيردش. معلو امه ما ردش يا شادي، هو انت بتكلم محمود الخطيب يا جدع؟ يا عم مالك قافش عليا كده ليه؟ ما تظبط. مش طايق نفسي يا عم، انا على اخر الزمن اخد عيل سيس زي رامي ده اقعد اشتكي وادلعه ولا كانه امه. امسك. وبعدين انت زعلان كده ليه؟ ما انت طول عمرك حنان حنيت الام، ومفيش احسن من لبن الام. هنستظرف دمنا بقى، هاتي على الجوينت ده خساره في امك. على النعمه يا شيرين انت بتستحمل قعدتين مع الواد رامي ده، بالك انت انا اللي سيبته عليك هتفك من بعضك كده ومش نعرف نجمعك تاني. تعاير رترات ورغاي ويقعد يلوك زي المكنه كده ما بيفصلش. معلش يا ضنايا، الايه اللي رماك على المر؟ وبعدين انت ليك اكل ولا بحلقه؟ ما الواد مصيدك على النت ولا كانك جيفارا. قول لي صحيح يا شادي، وانا شبه جيفارا ده فعلا؟ وريني كده. لا شنبك شبه. والله واحده صاحبتي قالت لي حكايه الشنب ده. هي ولا تامر، هو انت تعرف مين جيفارا ده؟ طبعا، الممثل الاسمراني اللي هو كان مع شاروخان في الفيلم الاخير. شاروخان؟ انت غبي هفهمها لك ازاي؟ طب انا هجيبها لك بطريقتك. جيفارا ده حد متصيد، عمهم بتاع الثورجيه. عرفته يا اللي هو شبه بوب مارلي ده. عمو انا اصلا ناقص صيت، ده انا تامر لطفي عبد المجدي ده اللي سيتو جايب من الجياره للعمرانيه لاخر شارع العرب. استنى استنى. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ في البيت معايا شادي. شادي انتيم يا بنتي، ما انا حكيت لك عنه 50 مره. تعالي وماله؟ لا يزعل، يزعل من ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش شادي، شادي ده شاب متفاهم ومتعاون ومتزوج، ده عمهم بتاع الثورجية. هو اصلا عنده مشوار مهم لسه كان بيقول لي، مش انت يا ابني عندك مشوار ومستعجل؟ لا انا قاعد. لا يا حبيبتي معاكي معاكي. طيب مستنيكي، ماشي يا زلابي، يلا ما تتاخريش، سلام. انطر يا ابن الظريف عشان في ناس جايين لي. لا انطر انت، انا مستني الزلابي. طب والله ده شيء يسعدني. حبيبي. استنى انت بقى الزلابيه. وانا بعد اجيب لك انجل خدم عليكم. هو الباب الرمادي ده باب الخروج صح؟ هو يا فق. كنت زلابيه كتير. ماشي. السلام عليكم. عيل ضايع. الو. ايوه يا حوده. انا فريده. خطيبة سليم انصاري. الحمد لله. بقول لك ايه؟ ركز معايا كويس قوي، عايزك في حاجة مهمة قوي. لا لا يا ست الكل، ما تحمليش هم، انا اعرف اتصرف ان شاء الله. تمام. بس ليا طلب عند سعادتك، يعني بكرة ان شاء الله اتصل عليا وانا هجيب لك الرد بإذنك يا رب ان شاء الله. مع السلامة يا ست الكل، مع ألف سلامة. مع السلامة.
مين دي ست الكل؟ مين اللي هترد عليها بكره؟ وهترد عليها تقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ انت بتلعب بدلك يا حوده؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه يا هيام؟ ده ايه اللي انا هلعب بيه؟ يا ست انا متجوزك، ده اللي اتقطع خلاص. ما تكونيش في الكلام يا حوده، مين اللي كنت بتسبلها في التليفون دي؟ لا انا هقوم اغير واتكل على الله وانزل. تنزل؟ كده عيني عينك رايح تقابلها كده قدامي؟ عادي كده يا حوده؟ لا مش عادي. وانا بغير هدومي هفهمك انا عايز ايه وهعمل ايه، ماشي؟ السلام عليكم. ماشي يا حوده، بس اعمل حسابك بقى لعلمك مش هتعرف تكوني بكلمتين زي كل مره، عشان انا المره دي زي ما بيقولوا ماسكاك متلبس. روق كده يا سليم بيه، ما تشيلش هم، سيبها على الله وبكره تروق ان شاء الله. لو مؤاخذه يعني رغم العكه اللي انت فيها، لكن والله مرحوم يا بيه. انا مش عارف اعمل ايه يا بيه، ده انا ورايا هم ما يتلم يا بيه. بس هقول ايه، ده قدر وسايبها على الله عشان ما تقهرش. انت يعني يا بيه على الاقل اهلك ناس كبارات ويقفوا في ظهرك، مش محتاجين منك حاجه. انما انا وقعتي سودة يا بيه، ده انا ورايا كوم لحم ولاية يا بيه، من اصغر عيلة قد كده لاكبر واحدة فيهم ما يعرفوش اي حاجة عن الدنيا. بس هعمل يا بيه، بقول بقى ده قدرنا كده وسايبهم امانة في ايد ربنا. عارف يا سليم بيه لو مؤاخذة يعني انت ناقصك ايه؟ شوية ايمان وتسيبها على ربنا. يا رب ابراهيم انت كفرنا على المسا يا جدع، ما تسيبني في حالي، انا مش ناقص. لا يا بيه والله انا مش قصدي، انا قصدي يعني ان سعادتك يعني والسلطه والهيلمان اللي انت فيه مخليك يعني مفكر ان انت تقدر تعمل كل حاجه لوحدك، يعني ما تعودتش تسيبها على ربنا. مشكلتك يا ابراهيم انت فاهم غلط، انا زي زيك بالظبط وعندي مشاكل كتير، وامي واختي اللي في البيت دول يعلم دلوقتي عاملين ايه من غيري. تعرف يا ابراهيم انا دخلت كليه الشرطه ازاي؟ ازاي يا بيه؟ أنا عمري ما حد ساعدني ولا يقف في ظهري ولا عمل لي حاجة. أنا عملت كل حاجة بنفسي. حتى أبويا الله يرحمه لما صمم إني أدخل كلية الشرطة قلت له ماشي. كلم لي حد من معارفك في الداخلية، قال لي لا. قال لي هتروح زيك زي أي حد. هتروح وتتعب وتشقى لحد ما تبقى ظابط. سمعت كلامي. ورحت الكلية واترفضت أول مرة، ورحت تاني مرة نمت قدام الكلية عشان أدخل أول واحد الامتحان. لحد ما ربنا كرمني وبقيت ظابط. يمكن إحنا الاتنين مش زي بعض، بس احنا الاتنين فينا حاجات كتير شبه بعض. فهمنا ابراهيم؟ فاهمك يا بيه. مين؟ انا حنان، في ضيف جوه وقاعد مستنيك. منور يا حوده. تسلمي لي يا ست البنات. الله وحشتنا يا استاذ حوده. حبيبي حبيبي ابو خليل، بوظ يا سليم بيه، يعني انا بصراحه قلقت ان انا اعمل تليفون يكون التليفون متراقب ولا حاجه، فقلت اجي ابلغ سعادتك بنفسي. ربنا يخليك يا حوده، بس هو بس يكون حد شافك وانت جاي على هنا. ايه بس سليم بيه تسال السؤال ده؟ انا حوده سيطره عم الجدعنه، ما ينفعش حد يمشي ورايا. وبعدين انا قلت لسعادتك احنا الشقاوه فينا، بس ربنا هدينا. شفت يا بيه؟ انا مش لسه بقول لك سابها على ربنا وهو يفرج علينا؟ اقول الحمد لله. الراجل اللي حطك في دماغه ابتدى يحس ان انت مظلوم. وانا اعمل ايه باحساسه يا ابراهيم؟ انا بعد ما غيرت له دماغه رجع حط لي عقده في المنشار. قال لي اسلم نفسي يا اما كل اللي بعمله ده يروح على ما فيش. مش يمكن المره دي ناوي يساعدك بجد ويقف جنبك؟ حتى لو ناوي اضمن من ان هو يقدر يساعدني، اذا كان مش عارف يساعد نفسي. وبعدين حتى بعد موت رفاعي ده الموضوع بقى صعب قوي. طب لو مؤاخذه اسلم بيه يعني انا اروح للاستاذه فريده اقول لها ايه؟ قول لها الرساله وصلت. سيبوني بس شويه كده افكر ممكن اعمل ايه. اتفضل يا سليم بيه. طيب سعادتك تأمرني بأي خدمات؟ ربنا يخليك يا حوده، انا عايزك بس تخلي بالك ما تخليش حد يشوفك وانت جاي على هنا، ده لو حد شافك كلنا نروح في 60 داهيه. تلا سعادتك. طيب اتكل انا على الله. طب ما تشرب الشاي يا حوده. وقت تاني يا ست البنات. يلا بينا، شوفي لي كده السكه. من عيني. تأمروني بأي حاجه؟ الله يخليك يا ست حنان. اتفضل. اتفضل يا ست الكل. اتفضل يا ست. اتفضل يا حوده. يا ترى صلاح هتوخي ناوي على ايه؟ اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده يا سياده اللواء. الكوره دلوقتي بقت في ملعب سليم. لو هو عاوز يساعد نفسه يبقى لازم يسمع الكلام. لكن لو فضل مصر على اللي في دماغه وراكبه العند بالشكل ده، انا مش مسؤول عن اي حاجه تحصل له بعد كده.
وأنا شخصيا بريء من دم. إيه يا ست اللواء؟ شكلك مش عاجبك كلام يا ست اللواء. ما أنا مش هخاف عليه أكتر من نفسه.